تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط العديد من القضايا في هذا المجال. استمرارا للنجاحات الأمنية التي تسطرها أجهزة وزارة الداخلية في مجابهتها الحاسمة لجرائم الإتجار وترويج وتصنيع المواد المخدرة لخطورتها البالغة على كافة فئات المجتمع لا سيما الشباب، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط 600 تربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية تخصص في الإتجار بهذا المخدر وترويجه على عملائه بنطاق قسم شرطة الدخيلة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب4,200,000 جنيه. في الإطار ذاته استهدفت الإدارة عددا من العناصر الإجرامية اتخذوا من إحدى قرى محافظة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم لأسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، ونجحت الإدارة في ضبط كمية من مخدر الشابو تزن 2 كيلوغرام وقطعتين سلاح ناري وطلقات نارية وأسلحة بيضاء، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب2,000,000 جنيه. كما تمكنت الإدارة من ضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه بنطاق محافظتي الإسكندرية والسويس. ضبط هذه العناصر تم في أكمنة أعدت لضبطهم بالسويس والإسكندرية وبحوزتهم 50 كيلوغرام من مخدر الهيدرو و180 تربة لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب2,500,000 جنيه. في الاتجاه ذاته تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين تخصصا في تصنيع مخدر الاستروكس، واتخذ من شقة سكنية وكرا لممارسة هذا النشاط الإجرامي تم استهدافها وضبط كمية من مخدر الاستروكس والمواد المستخدمة في تصنيعه. كما واصلت الإدارة حملاتها الأمنية المكبرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك على مستوى الجمهورية لضبط المترددين عليها من مروجي المواد المخدرة الذين يستغلون التجمعات الشبابية لترويج سمومهم القاتلة وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 40 قضية متنوعة، حيث تم ضبط نحو 19 كيلوغرام من مخدر الحشيش و13 كيلوغرام من مخدر البانجو وأكثر من 6 كيلوغرامات من مخدر الهيروين ونحو 2 كيلوغرام من مخدر الآيس، كما تم ضبط أكثر من 3,000 قرص مخدر، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 3,600,000 جنيه. الحملات الأمنية مستمرة لضبط مروجي ومصنعي المواد المخدرة، وفي إطار السعي الدائم من الأجهزة الأمنية لخفض الطلب على المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.